يتلقى الأخصائيون النفسانيون العاملون هنا على مستوى خلية الإصغاء بمقر مديرية الصحة لولاية سكيكدا عشرات المكالمات يوميا من مرضى وأهاليهم وحتى مواطنين يستفسرون عن وضعية الوباء وكيفية الوقاية منه، حيث ارتعى أنه يكون هناك خلق خلية للتكفل النفسي بالمواطنين ولاية سكيكدا إذا كانوا مرضى أو إذا كان أهاليهم يعني اللي يتقلقوا عليهم أو إذا كان لا بوبولاسيون جينيرال يعني من الشرط تكون مرضى، وايضا المهنيين اللي راهم يعني مجندين في مكافحه هذا الوباء لانهم ايضا عليهم ضغط نفسي كبير يعني وقلق ان كان عليهم او على العائله تاعهم يعني اللي بعدا يدخلوا لهم يروحوا لهم يعني في نهايه اليوم. عاملون خارج الولاية في وضعية نفسية صعبة يحاولون الاستفسار عن الحالة الصحية بالولاية، ومرضى وأهاليهم يفتشون عن كلمة طيبة وبصيص أمل. يوميا رانا نتلقاو مجموعة كبيرة كم هائل من المكالمات لدرجة لازم نستعملوا الذكاء ونستعملوا الوحد باش نمشيو هذه المكالمات، وراهم يتصلوا بينا من مختلف الفئات، يتصلوا بينا ناس يحوسوا على التوعية، ناس عندهم الهلع كما نقولوا البانيك يلاحظوا كيفاه نهدئوهم، ناس يحوسوا واش الأعراض نتاع كورونا هذه من باب التوعية خايفين. يحاول هؤلاء طيلة اليوم وهم يردون على هذا الكم الهائل من المكالمات الهاتفية تقديم جرعات دواء ووصفات وقاية في زمن عما فيه الوباء وبات فيه الإنسان يفتش عن حل في الأرض والسماء.